ده انتي اخبث دماغ شفتها في حياتي، عامله نفسك مرمطول للمديره وللوكلاء وعماله تجري هنا هنا وانتي مدوره المدرسه وحطها في عبك. انا يا استاذه؟ طب والمصحف؟ شيلي ايدك، اوعي تلمسي المصحف، الايد اللي تسرق الفلوس وتبوظ اخلاق البنات في المدرسه، اوعي تلمس المصحف قدامي. اخلاق البنات؟ انا يا ابله هبوظ اخلاق البنات؟ اه، شيماء حسني يا هانم. شيماء حسني؟ اه شيماء حسني، الاسم اللي ملطوع هنا قدامي. بنت فقيرة، بنت راجل غفير، تتبرع ليه ب 750 جنيه للمدرسة؟ جابت الفلوس دي كلها منين؟ واحنا مالنا يا أستاذة؟ لا احنا مالنا، ومال المدرسة ما يتلمش اتاون بنت صايعة زي دي عشان تداري عليها مصايبها؟ مصايب ايه يا أبلة كفلة الشر؟ هي اللي جات لوحدها وتبرعت، احنا ضربناها على ايديها. شوفي، آخر فرصة ليكي تحكي لي موضوع شيماء من طقطق لسلام عليكم، وإلا قسما برب العزة هكتب فيكي مذكرة زي الزفت وبلغ عنك النيابة. نيابة؟ لا والنبي يا أبله بوس إيدك، أنا ولا حملي نيابة ولا حملي تحقيقات. ما قلت لهاش حاجة، والله العظيم ما قلت. يا بنت، يا بنت ما تستهبليش عليا. قال لي يعني أنا مش عارفاكي. استغفر الله العظيم يا رب. ركزي يا نوجة ركزي. أنا جريت عشان كنت خايفة منك، وأنتِ جريتي ورايا ولحقتيني. هلحق أدخل لها إزاي ولا أكلمها إزاي أنا بقى؟ مش معنى بقى طلبت شيماء دلوقتي حالا. يوه أنا أقول لك يا نوجة. لا والنبي يا كنزي، والنبي انت بالذات تخليكي بحالك يا حبيبتي عشان مش ناقصه افلام. مش افلام والله، انا سمعتهم بوداني. سمعتي ايه؟ سمعت مس حنان بتقول لها اوعي يا شيمو، اوعي تجيبي سيره الفلوس. فلوس؟ ايوه، شكلها رئيسه عصابه وسرقت فلوس من البنك، والموضوع كبير قوي. صباح الخير يا ابله. حضرتك طلبتيني؟ من أول يوم دخلتي فيه عليا وأول مرة شفتك فيها حسيت إنك مش سالكة ومش ناوية إنك تسلكي، وحذرتك بدل المرة تلاتة وأربعة وخمسة، لكن للأسف برضو مفيش فايدة. لا هو أنا بصراحة مش فاهمة الحوار على إيه، أقصد يعني مش فاهمة حضرتك تقصدي إيه بالظبط. لو على نجاتي أوعي يعني... تجيبي سيرة نجاة بنتي على لسانك، مش عشان هي بنتي، لا انا كل بنات المدرسه بناتي ومش هسمح لهم انهم يقلدوكي، ولا واحده اخلاقها تفلت بسبب انها بتقلدك وتقلد سفلتك وانحطاطك. انا سفله؟ انت ما شفتيش تربيه بربع جنيه؟ بربع جنيه تربيه ذنبه ايه الراجل ابوك الغلبان تستخفليه كل يوم وتيجي المدرسه تزوغي منها وتشتري ذمه مدرسه برشوه تديها تبرعات كل يوم قد كده علشان تداري على مصيبتك وتمديلك حضور؟ يا ذكية يا نصحة، اللي فتلت عليكي هي الموظفة دي اللي كنت بترشيها، قال ايه بتديها تبرعات للمدرسة؟ اخس اخس. ومش كده وبس، كمان عرفتني مصدر فلوسك العظيمة اللي انت بتلميها وتجمعيها، فيديوهاتك القذرة اللي على النت. لا حضرتك انا ما بعملش فيديوهات قذرة، ومش من حقك انك تقولي لي كده. راسي يا سفلة، انت مرفوضة على فكرة، مرفوضة، ومن دلوقتي ملفك هيروح للاداره، شوفوا لك اي مدرسه يرموكي فيها، اطلعي بره بره. اللي انت عملتيه يا ناس ده غلط، انت عمرك ما اتغبيتي ولا مديتي ايدك على اي بنت، غلط يا ايناس غلط.